راك دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. المهم نهار جديد وفيديو جديد الحبايب. الاناقه والزاز اليوم يا اختي، هاتوا العويلات مكحلين اليوم اختي، راه دايره لك واحد شويه الماكياج ماشي بس اليوم كيف ديما. لو ديما كنخرج قرعة الكاميرا ما كندير لا ماكياج لا والو، ولكن مره ما فيها باس. عاوتاني الماكياج ديما 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 راه ميمكنش، الواحد ضروري مره كل واحد كيبغي يتانتك للحاله. ها انتو غير شويه يتانتك يا انتوا. كيفكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه يا رب. طبعا نهار جديد وفيديو جديد مثل شو قلتي لي، مأنتك مأنكس مأنتك على الحاله، مأنتك على الحاله هي اللي مقاد الحاله اليوم مزيان. شوف تا هو مأنتك على الحاله، راه مقاد شعره شوفو زين ودار حلق وداك الشيء قاد اللحيه وداك الشيء كتعرفوا راه مبينه في وجهه انه مقاد. بس كاين رتب امورك، احسن لك اليك غير انا ما يشوفك حد غيري انا، ما يهمني انا حد. ايوا تي قال لك هذا ماشي قال لك حسيت عليك انت وقديت لك. اليوم لبست الحوايجي انا وراجلي غادي نمشي هذا الطريق، راجلي كيضحك فرحان اليوم ما عرفت مالو، عيش في الحال اليوم. اليوم المهم هو ديما كيضحك ولكن اليوم زايد راك بالك بيضحك شحال على فرحان فيك يعني. اتنود قاعد انا عطوف على اوكي بالبويه، انا شوف فيه واش هذا كيكركر بالصح هو كيكركر. المهم الله يخلي هذا النهار يزدار. ليش انا بسوي هالشيء هذا؟ علاش؟ عشان نخلي الضحكه دائما في الدار، عرفتي؟ هو دائما بصراحه الواحد تشوف فيه كيضحك الضحكه بوحدك، علاش كيقول لك ابتسامه صدقه؟ عاد كتقلق بالليل وشي حاجه تعكر لنا المزاج. لا لا البوب حبايب كما قلت لكم غادي انا وراجلي ان شاء الله غادي عند واحد الاخت متواجده هنايا في الامارات. بصراحه كانوا عندها بعض المشاكل وكانت دارت واحد الفيديو كطالب القنوات المتواجدين هنا بالامارات بالدعم انهم يوقفوا معاها ويهضروا عليها ويدعموا قناتها. انا قلت بلا ما يعني بلا ما نهضر عليها يعني في الفيديو من الاحسن نمشي عندها. الواحد اللي هضرتي عليه مثلا هضرتي عليه نديرو دقيقه او دقيقتين يقدر هذاك الدعم ما يكونش ليه واحد الفائده ياك. الواحد مني كتمشي عنده وكتصوري معاه ماشي بحال هضرتي عليه في الفيديو، يعني يقدر الناس يقدروا يدخلوا عندها يقدروا ما يدخلوش. قلت من الاحسن نمشيو عندها للدار ونوريها لكم وتعرفوا عليها، ونتمنى انكم تمشيو عندها وتفرحوها وتدعموها لانها محتاجه الدعم ديالنا حنا كمغاربه هنا في الامارات. كتعرفوا الغربه شويه صعيبه قاصحه، نهار اللي كيكون عندك مشكل وما كتلقايش يعني الدعم المعنوي، اول حاجه الدعم المعنوي اللي كيجي من اقرب الناس اليك، ثاني حاجه الدعم المادي، خاص يكون عندك الماده هنا باش تفكي بزاف الامور. وهي باغا تخدم عليها هاد القناه ديالها هي اللي عندها، غنمشي ان شاء الله انا باش غندعمها وما تخيبونيش وتحشمونيش معاها. نتمناكم انكم تمشيو عندها وتساندوها ومحتاجه لنا في هذه المحنه. وهذا اللي كيقولوا الناس للناس، تعرفوني انا حدوديه في داري ما كنمشي عند حد بصراحه، كتشوفوني كنصور غير في يعني كنصور داري وعائلتي الصغيره يعني انا وراجلي وداك الشيء، يعني ما كنمشيش عند الناس بزاف. ما كنبغيش نمشي انا ما كنبغيش نمشي عند الناس بزاف حيت انا دائما كنبغي نرجع للور، ما كنبغيش المشاكل. هادشي علاش ما كتشوفونيش مع الناس بزاف بصراحه، علاش ما كنمشيش؟ كتشوفوني نوارة بوحدها في الدار كدور، هي كدور بكاميرتها في دارها، ما كتمشي حد حد ما كتجي عند حد. المهم ترونكيل، انا ترونكيل، انا بحلوكا. ايام زمان كانوا عندي الصحابات وكانوا عندي بزاف الحوايج، ولكن بزاف الحوايج كيعلموك، هادي كتعلمك وهادي كتعلمك، يعني صافي كترجعي للور. ملي واحد كيكبر كيقول خليني المشاكل كفايه المشاكل هذا افكم برك على المشاكل ديال هذا الفكم، باه خاصني مشاكل اخرين. ولكن اليوم ان شاء الله خاصني نمشي كمغربيه، وكتعرفوا المغاربه الحرار اللي كيوقفوا مع بعضياتهم وقت الحزه مثلا كيكون شي حاجه ماشي فرح، انما انا نمشي من الفرح للفرحه تقريبا ما تلقاونيش فيه، يعني الافراح كاع نمشي اليوم. ولكن مثلا حز الواحد انه محتاج شي حاجه وواحد واقف على شي حاجه وطلبها، علاش لا؟ لو كانت في المستطاع نديروها ليه ماشي مشكل. كما كيقولوا على نياتكم ترزقون، الله يجعلها تكون في ميزان حسناتنا على نياتكم ترزقون. لهيك هذا ما كان لهيك الله رزقني فيك انا. شوفي حتى تعرفي انه انا نيتي طيبه هيك و ها هيك نياتكم ترزقون. وي هذا ما كان. وي حنا دابا باش نخرجوا وقبلوا عليا قبلوا عليا خوتي سمحوا لي حيت انا فمي قرواض كلمه كتخرج نص كلمه نص كبرود هي الهضره الخارقه. هذا ما يعرف يصوب في الموطاج كيقول يا بلاتي واش غنقطع هذه ولا نقطع نقطعها ما يعرفش كيتخلوض كنخلوضك يا لا عاد والبوهيم يلاه تعودت عليه. الناس تعودوا عليا الا شي ناس ما شاء الله كيكونوا جداد ملتحقين بالقناه وبالعائله كيقول لي
شوفي احنا راه كنتفرجوا فيك ولا كنتي راكي تزربي علينا بالهضره؟ كنتي كتزربي علينا بالهضره يعني كتزربي الهضره كده. ايوه عارف يعني فاهم شو قصدك يعني. فهمتي كتزربي الهضره يعني معقول مثلا اربع خمس سنين زواجي ما افهم عليك ما كيغلب شويه بشويه علينا ولكن ما نقدرش هضرتي بحال هكا الطبع كيغلب على التطبع يعني تقدري واحد يقدر يبغي يمثل ما يقدرش يمثل اعوام واعوام غادي يبان ولكن اللي ما يجي نهار ويبان ولكن الواحد اللي كيكون على طبيعته كيبقى هو داك النسخه ديالو هذيك هضرته الناس دابا راه مولفين كنقول للناس مرحبا اللي التحقوا بالقناه الجداد وبالعائلتنا مرحبا بال مرحبا والف مرحبا غدا ان شاء الله تعودوا عليا غير صبروا معنا هلا المهم بالنهايه هاي اهم شيء انا قابل عليك قابل عليا انت قابل عليك شو مش قابل عليك كيفاش قابل عليا هذا هو قال لك قابل عليا شوف الزين وداك الشيء والشعر والعينين لا, لا 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 انا قصدي اني قابل عليك قابل عليا ومبسوط فيك وبالسيف قابل عليا هات شوف الراجل قابل عليك ومبسوط فيكي اخذ مش اني قابل عليك يعني عشان مستعطف معك ولا شو لا 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 انا شوفوا انا فاتحه خيريه المهم حبايبي بلا ما نطول الهضره كثير يلا خلينا نروح نلبس ذهب طبعا احنا لبسنا حوايجنا المهم احنا لبسنا ملابسنا ونواره اليوم زاز لوز انت على طول زاز لوز ديما انا من 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 النهارده ها تخلوا المصريين من النهارده ما كاين غيرت كلامك شو هلا كنا عم نحكي طبيعيه لا وبغينا شويه هذا لومبيونس شويه لومبيونس جديده شويه من النهارده انا غنبقى ستيل ورا ستيل واللبس ونتقاد حالتي اختي بركة عليا والله بركة عليك بركة عليا راه سمعني الهضره قال لي بركة عليك بركة عليك كوزينه لا كاينه لا الكوزينه كاينه نجف يعني شويه هكا شويه هكا اهم شيء يعني مش نهمل راسي ولكن قلت انا نرجع نديها في حالتي شويه ونديها في راسي حيت بعد مرات صافي الواحد كيبقى غرق الكوزينه هي راجعت ترونت هاي مرونه واش نستفدت ما استفدت حاجه ولكن واحد شويه من هنا وشويه شويه من هنا وشويه من هنا المهم انا ارى الفلوس فلوس ليش غير تقدر فابور شو ها قدو حالتنا فابور هادشي خاص الفلوس قلت لي شري لي هذا سميتو قلت لي تشهيت عدسات شري لي عدسات قال لي ماشي عدسات ايه شو ايوه لا 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 اصبري شويه شو قلت لك قلت لك عيونك حلوين ما في داعي للعدسات شو وبغيت نديرهم مره بغيت نديرهم مره ولا جوج وصافي وكنت كنطلب دابا من شويه كنت كنهضر مع واحد مولات الصيدليه بغيت واحد الكريم بغيت نجيبو بصراحه كنت كنديرو شحال هادي حتى الا جاتو ليا غنوريه لكم كريم كيقشر هذا قال لي لا انا شو ليش ليش ما تطلبيش انا لما يعني بعارضك بشغلات تكون لمصلحتك انت يعني اخر مره رحنا واشتريتي انت كريم هذا شو وجهك صار متفق هيك لا هذا نفس الكره صار انت المفروض تروحي دكتور اول شيء حسب بشرتك بيعطيك ولا هذا كنت كنستعملو من شحال هذه بصراحه هو اللي غنرجع ليه المهم تنجيبو غنوريه لكم كنديرو كنفلك به وجهي والله كيخلي لي وجهي ملس كيبان ها ملس اهم شيء ملس يلا حيد بارك عليا من الهضره يلا نوض يلا نمشيو المهم الحبايب يلا كنلقينا الدار لقينا تالفين هنايا مهند ما عطاش الموقع يعني ما عطاش الموقع بالضبط المهم الحمد لله دابا عاد لقينا الدار عاد غاديين دا هو شوف راه نعسات مسكينه نعسات ليا في الطوموبيل المهم يا بسم الله قلنا لها غير اليوم حنا قلنا لها اننا جايين عندك ما بغيناش تكلف راسها ودير شي حاجه كتعرفوا بنادم لا علمتي قبل بنهار كيبدا يكلف راسه انه صافي راه كيدير بحسابه انه جاي عنده شي ضيف الغد غير كويس اتاي وبنخرجوا ان شاء الله نمشيو مازال قلت المهند خاصني صنيديلات شوف شي محل شويه شي صنيديلات صراحه انا عندي صندلات قلت لي باغا نشري شي صنادل المهم نكملوا مع اختي نكملوا مع اختنا وفاء ونمشيو ويلي منين جايبنا شوف الطريق اللي جايب حتى الطريق ما كتخرجش شوف الطريق هانت ها انت الطريق تاع ندوز من هنا نطلعوا تاع ندوز من هنا اش ندير المهم راه العشيه دابا ما كايناش الشمس بزاف المغرب الشميسه مشات
المهم الحبايب احنا وصلنا عند اختنا وفاء. وي وفاء مشغوله كتكب لينا كاس اتاي. يلا كي جلست زربت علينا بكاس اتاي باقي ما تلفسنا كاع. المهم حنا عندنا دعتها. هاي اختي وفاء اللي قلت لكم اعرفكم عليها هي هذه. اكيد بنتكم بلاص كاين عندي في العائله ديالي كيعرفوها وكاين الناس اللي ما كيعرفوهاش. المهم الحبايب كما قلت لكم انا ما دخلتكم في التفاصيل. كما قلت لكم عندها مشكل، انا ما قلت لكم شنو المشكل اللي عندها. المهم كتمر بظروف جد صعبه ومحتاجه. انا قلت لهم كد تمر بظروف جد صعبه ومحتاجه الدعم ديالنا. المهم الحبايب كما قلت لكم في اول فيديو ما تبخلوش عليا، ونخلي لكم الرابط الانستغرام ديالها. رابط الانستغرام شو انا رابط القناه رابط القناه ديالها اسفل الفيديو حبايبي. ها هي اختنا وفاء. واش نقول لكم دخلوا عندها وتعرفوا القصه ديالها كيفاش وشنو واقع ليها. المهم كما قلت لكم انا سير وجير ما عنديش مع كثير، ما عنديش مع ما كنجمعش بزاف يعني حدوديه. كيعرفوا عليا انني حدوديه لا. ولكن اختنا مدام عرفتي البارح حق الله عدم البنات. شوفوا انا غنقول لكم الهضره اللي ما خصنيش نقولها، خاصني نقولها في قناتي ولكن غنقولها في قناتها. قسما بالله الا ما كتبت شي وحده ما كتبت ليها، ولكن نوار انا عز عليا من شحال هذيك ملي الله بدات اول فيديو ديالها كنعقل عليه بزاف، كانت كتعاود على كيفاش جات الامارات متابعاها. قلت انا يا دويت 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 ما لقيتش شي حد، ما لقيتش زعما الناس اللي غادي يوقفوا معايا داكشي ما لقيتش. قلت ندخل عند نواره نكتب لها تعليق، نكتب لها تعليق مبينه فيها ما غتردنيش قسما بالله. في نفس النهار لقيتها مداخله عندي واخده لي القناه ديالي وحاطاها في المنتدى وحاطه لي تعليق زعما الله يكبر بك نواره. شو اقول لك؟ الرزاق الله سبحانه وتعالى في كل شيء. هادشي لا في اليوتيوب لا في الخدمه لا في كيسر لك سفر لا في زواج، اي حاجه بيد الله سبحانه وتعالى. لعبت كيبقى سبب. المهم انا غنعطيها شي حاجه وهي غتعطيني شي حاجه. المهم كيبقى التعاون ما بيننا حنا. لا تعاون كاين شي حاجه كبيره انك لا 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 عادي عادي. انا شوفي بالمصطفى عيسى ام محمد، تعلم ام محمد واحد من ام محمد شاده لي كاسي تاعي كتنشوه ليا فيه زيد. ام محمد شحال عندك من العام؟ اويلي اويلي لا 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 اويلي قداش قلتي شوف لا الا هذه ما نقولهاش. وانتي اختي مزيزه ليا الا هذه اختي من دار ليا الزار. شوفات هات الزار هات ام محمد مزيزه اختي ويلي ما تزيش لي ما جات عندنا نورت قاعده يا اختي غزاله. ربي يخليك ربي يحفظك الله يحفظك. واستجبتي للنداء ديالي وكبرتي بيا وجيتي وكبرتي بالاخت وفاء، فهذا نهار كبير هذا ومحتسب لي والله يجعل سيدي ربي يحفظ لك بنيتك ويعطيك ان شاء الله الدراري والهراري يا اختي تتولي ما تسهليش لهذا اليوتيوب كاع تولي ما ديريش هوك ان شاء الله. وهذا نهار كبير ما لقيناش ما نقولوا الا تمر فيك الخير وهزاتك النخوه ديال التمغربيت وجيتي وهزيتي بنيتك وهزيتي الزوج ديالك وجيتي عندنا ولبيتي الطلب ديالنا. راه زعما برافو ليك وراه هذا الجميل غيبقى فوق راسنا وما عمرنا غننساوه ليك. انا اشوف الصراحه انا ما كنبغيش نسالك والعمر ولا شي حاجه واللي بقيت انا ما كنحس براسي ما درت والو واللي كل شيء عمر ما نقولوش. شوفوا شوفوا والله العظيم كما كنقول لكم الله سبحانه وتعالى اللي كنكتب لك شي حاجه راه مكتبه لك داك الشيء اكيد. ولكن سمحي لي باش جيتي عندي راه كبرتي معايا راه شي حاجه كبيره. لو كان ما يجيني حتى شي واحد ما يجي حتى واحد من عندك المهم بركه كبيره انا راه شي حاجه الله ربي يخليك. كما انا جيت عندك فرحتك راه كاين الناس اللي غيفرحوني انا حتى انا كنلقى لي ظروف ومشاكل ودائما كنلقى بزاف ديال الناس واقفين جنبي كنقول شو سبحان الله. يمكن الخير اللي كديري الاعمال اللي كنت كديري شوفوا بلا تصوير يمكن بلا تصوير قادر ديري شي حاجه بينك وبين الناس كتوقف معاك بصح في المصائب ديالك وفي بزاف المشاكل الظروف الصعوبات دائما الصعوبات كتكون في الغربه. كتعرفوا الناس ديال الغربه كيكون عليهم واحد الضغط نفسي اول حاجه ملي كيوقع عليهم واحد المشكل كيبغيو الدعم المعنوي اول حاجه. كتعرفوا بنادم في الغربه بوحدو ومليوح كيجي واحد الضيم كيبغي يفرغ كيبغي يبكي كيبغي شي حد يوقف معاه واخا واحد يسمع منه كلمه طيبه. المهم كيبرد ليه الخاطر شويه وكيقول معايا الناس وان شاء الله شدوا كيما نقول شدوا شدوا ان شاء الله. اي حاجه ما كتبقاش الغمامه دائما دايزه. شوف ما حتى حد ما خطا من المشاكل كلنا عندنا المشاكل ما شاء الله عندنا المشاكل شكون ولكن ولكن راه كدوز. اليوم انا ضاحكه معكم غدا انا كنبكي اليوم ضاحكه وغدا تنبكي وهي غاده صح صح هذه هي الدنيا. راه كنساندوا بعضياتنا في السراء والضراء
الحمد لله حنا هكا باش كنتغلبوا على هذه الغربه ديالنا. ملي كان زادتنا نوارات هي الله يجازيها بخير تبارك الله بنت الاصل صلاحتي والله يحفظها اول وحده استجبت النداء ديالي. ربي يخليك ربي يخليك لي الشرف انا نجي عندكم انتوما انا بحالي بحالكم شرف كبير لينا حتى انا بديت من الصفر بحالي بحالكم يعني وحنا خوات خواتات كما كنقولوا هنايا في الغربه ومغاربه كنقولوا مغاربه الامارات هما هذوك كيحطوا الراس غير الراس داكشي اللي والبويب اتي برد اتي برد شوف واحد كاس اتي راجل قال لي امشي معاك شوفي قال لي شي قال لي رجلي على الغاده بصح يعرف الغاده قال لي المهم راجلي ها هو ها هو راجلي واحد التحيه ليه مساندني تا هو تحيه ليكم حيت ما يمكنش انا نجيب لا به هو كيقول لي السيده غادا عندها كاين شي حد شي راجل شي ما كاينش اكيد هاد مي غاده ضروري يمشي عند صح اخو جابعي محمد المهم ربي يخليك المهم دابا غندوزو حتى واحد كاس اتاي هادشي اللي كاين ما توجدي والو ها تستاهلي بنفسك ها انت ما شاء الله تستاهلي الخير والخمير وكويس اتاي يلا غنشربوا بعدا نعقلوا راسنا. المهم حبايب انا صافي دابا جات اللحظه الحاسمه غنمشيو ان شاء الله. جلسنا جمعنا راه وقيله شحال من ساعه حنا جالسين. المهم اختي وفاء فضفضت وهضرنا معاها وضحكت معانا وقلنا لها نسي الهم ننسى كيما كنقولوا داكشي اللي كاين وهي صديقه ديالها راه حداها الله يلا فوش عليا ربي يخليها والله القاسم والله العظيم راه معاها في السراء والضراء راه عارفه اللي كاينو هادشي اللي كاين ضحكنا والله بيشوفكم هيك يقول بتعرفوا بعض من 20 سنه والله العظيم تبارك الله ورا الكاميرا اكثر من هكا ما شاء الله هي اصلا النوار الاجتماعيه ما شاء الله يعني شافك كيقول حدود ما كتخليكش انك ما كتعطيكش ما كتفهمتي كتعطيك واحد الفرصه انك تهضري معاها فمها ما جاب فمي واجه هو صافي بلاد اللي كيقبل عليك كما انت انا كنبغي بنادم شعبي ويهضر معايا شعبي ونجلس معاه كما جيت انا ناكل معاه بايدي فهمتي ما يكونش بروتوكول ابدا انا هذه هي اللي كيقبل بيا وعندي عندي خير الله يسلمك الله يحزن ديالي نوارة الطوب السباقه هي الاولى نوارة طوب 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 اول وحده جات اول وحده مبادره يا نوارة جي الاولى جيتي الاولى قرنوا بالحزومي لا اكيد غنقرب كيف الاولى لا انت الاولى وكاين الحبالية الذهبية لا لا كنتمنى من الاخوات كلهم حتى هما يجيو مرحبا بهم كاين ورا كاين الاخوات كلهم ها مولا نوبة ورا جات يلا تعالوا انتم مرحبا بكم ربي يخليك بوي الله يستر ليكم ويبارك يا ربي البوي عندي فرصة سعيدة باش تلاقيت معاهم أول مرة كنتلاقى معاهم مباشرة ونتعرف عليهم. المهم راه كتعرفوا حنا المغاربة ملي كيتجمعوا مع بعضياتنا راه كتعرفوا كيبلبلوها كيبلبلوها وكيحسوا بهذاك الدم ديال الخاوة بصح والله حيت دابا ملي كتكوني في الغربة كتقولي بحال ها وحدايا لا مكالي عليا البوي الحبايب أنا دابا غنمشي باقا تابعني الطريق وغنمشي نشوف واحد السبيطار وخليتكم يلا يلا سلام يلا يلا كيرجعوا للدار اوف باقي ما حيت حتى ساكي يلا كي دخلنا نشوفوا عينيك ولا مشقلبين عرفتي مهند دوخت حتى هو الطلوبي اول مره كتدوخو اوف دخت صراحه حيت مشينا حتى للشارقه مشى جايب واحد الفواكه باغيهم هو كاين غير في الشارقه مشى عليهم معلق بالهم حتى للشارقه جايين من سوريا ولا هادو جايبينهم من سوريا واحد المحل سوري ياك محل سوري هذاك محل سوري جايب هذوك شي العيبات ما عرف شنو هذوك كياكلوهم عزيزين عليه مشى شي الطريق حتى هذا حتى للشارقه جبناهم ونيت دزنا المحل ديال السلاده ديال الصناد هذاك الشيء خديت منه شي حاجه بقره الميكا كتشوف فيا تما. المهم يلا غنحيد حويجاتي ونبدل ونشوف اش غندير العشاء ونوريكم شنو خديت في الصنيدلات. المهم بدلت حويجاتي درت العكفه العكفه باش ندخل الكوزينه نطيب جمع شعري. المهم حبايب اشنو خديت هانت تصليبات شوفو جاي ما شاء الله خلاص حيت عندي وهاديك اللبيسه فيها شويه ديال الليموني وداك الشيء حتى هذا الليموني بارد هاو يجي معاه زوين هذا اوف خديت عاوتاني هنايا الصنيديله في البيض عجبتني الصراحه الصنيديله هانتو كي دايره زعما زوينه هذا هاد الطالون ديالها جاي شفاف. المهم خديت هذه هو الصنيديله جايه في الخضيضر بارد شوف كي دايره هي زوينه كتعرفوا اللوينات اللي جاب لي مهند صيفيين هادو يجيو معاه زوينين حاشاكم ها وهاد الصنيديله
هذا الصنيه ديالها عارفه المزوينات. شوفوا هذا طلنا جي بلا فيها الذهبي. قالت الحوايج اللي خديتي الذهب، خدا لي واحد البيجامات زوينه القام، وانا فيما كيمشي كيمشي ضروري الركن ديال الاطفال، تقول لي اجي نشوف الذهب واش كاينه شي حاجه. عزيز علينا لازم نطلع من المنستري. شوف هذه البيجامات، شوف هذه بالشورت ديالها هنايا فيها مرسومه قطيطه. هذه عاوتاني البيجامه الثانيه فيها النونوسات وجايه في الصفيفر البارد. تلبسو غير الثومه حتى نلبس. هانتو هذه جايه في الموف، هانتو بالشورت ديالها من اللور. المهم جبنا لها ثلاثه باردين زوينه نتبرد بهم في الصيف. هو خدا هذاك الشيء ديالو، داك الشيء ما عرفتش شنو خديتي، وريني داك الشيء اللي خديتي ديالك شنو. شويه تاعك خدا من هذا نوريك. انا رحت الشارقه على طبل هذا، بس هذا حامض حامض حامض. هذا شو تسموه انتو في الفرنسي؟ ما عرفتش شنو علاش كياكلو، عرفتي حامض قاطع قاطع. هذا قلت لي العنب وقال باقي ما طيبش. ايوا هذا اللي حنا نسميه حصروم. هذا راه العنب هذا باقي خضر باقي حامض قاطع كياكلو في العشق العشق. انا وهذا هذا الاشياء الحامضه الاشياء انت هو حامض كمان. هذا هذا الفلي برقوق، هذا مش برقوق، هذا شنو هذاك يقولوا لي انا؟ نحن نقول له جارينك اسمه جارينك جارينك. احنا بنقول له انت. هذا هذا نفس كيف تي ما بعرف كيف فسره بصراحة في المغربي. المهم أكله كتير طيب، كتير هذا كتير. هذا بغي يغسل يبقى يأكل. هذا هو البرقوق. هذا البرقوق هذا الكرز. أيوة هذا المشمش. الكرز وهذا المشمش. طبعا ما نسينا الزريعة ديالو. الزريعة هنا يلا كنا كنجيبنا الفواكه، عرفتي نقبتهم كاملا اللي ضربني ضربني على الديسير كله طيرته. ها هو بقى غير البنينه هاد هاد سميتها المانجو اجازة. شتي تغسل ولا بلا غسيل؟ غسل غسل بعدا كله. الله 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 الله. عشاء عشاء خفيف ظريف على السريع من ايدين نوارة. يعني المقاونه وبيتزا صغيره. بيتزا جينا هاد البيتزا لي طون بالزربة اللي ربحت عليها. وهاي هادي المقرونة ديال الكريمة، هادي كتجي واعرة كتعجب المعلم. شوف ذهب كيف ذهب ذهب بدا تاكل. عم طلع عم طلع بدا تاكل. طعمية طيب هي كبيرة عليها. ايه قطعي لها شي هيك شي بسيط شي صغير. المهم حبايبي ان شاء الله يكون الفيديو خفيف ظريف على القلب كيف العادة، تصبحون على خير 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 خير. نتمنى الفيديو قادم باذن الله. ومع السلامه حبايبي. يلا بوسه بوسه دابا ولا صافي. بوسه 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 اخر بوسه خلاص. اخذت شوكي. يلا باي باي.